أما بعد عباد الله، فما حق آخر ومقام آخر لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وما أثر ذلك في أخلاقياتنا وسلوكياتنا وتصوراتنا وأفكارنا ومشاعرنا وتصحيح أوضاعنا في ظلال قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الإخوة، حتى نقف على جلية الأمر في هذا التوجيه الرباني العظيم، قد يجدر بنا أن نعود إلى بعض مناسبات هذه الآيات الكريمة وما تلاها، وأن نعود إلى بعض الأحداث في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي اقترنت بها بهذه الآيات الكريمة. وعندما نعيش مع تلكم الأحداث من سيرته صلى الله عليه وسلم، سندرك بعمق معنى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. حقا، كيف يخضع قلب المؤمن لله ولرسوله، وكيف يسلم تسليما؟ نعود إلى الوراء قليلا لنستذكر زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، ابن لبعض قبائل العرب، يخطف ويؤسر ويباع رقيقا في سوق مكة قبل الإسلام، على عادة ما كان عليه أهل الجاهلية من غزو وسلب واسترقاق. هذا الطفل كان عمره 8 سنوات، ليكون من نصيب حكيم بن حزام بن خويلد إذ تفرس فيه خيرا، ليهديه بعد ذلك إلى عمته خديجة بنت خويلد. ولك أن تتدبر هنا أسرارا في أقدار الله سبحانه وتعالى كيف تجري، تجري الأقدار بالأسرار. كثير من الناس لا يرضى عن خالقه حاشاه سبحانه، وما يكون من فعله إلا الخير والحكمة في كل أفعاله سبحانه وتعالى. وتأمل الآن الأسرار في هذه الأقدار، وتهدي خديجة بنت خويلد زيدا هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وتمضي الأيام ويأتي الله سبحانه وتعالى، وقبل أن يأتي الله سبحانه وتعالى بالإسلام، ما زال والد زيد يبحث عن زيد، وما زال يسأل عنه، حتى قيل له: إنه بمكة، إنه عند محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب. ويأتي والده في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم يا آل عبد المطلب، إنكم من تفكون العاني، وإنا جئناكم لأجل ولدنا زيد. ماذا كان من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل لكم فيما هو خير من ذلكم؟ وماذا عسى أن يكون خيرا لهم من أن يذهبوا ظافرين بولدهم الذي طالما فقدوه وطالما بكوا عليه؟ حتى قال والده في ذلك شعرا: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ نعم، ما زال والده يبحث عنه، وبعد أن يجده يقول له صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك قبل الإسلام: هل أدلكم على ما هو خير لكم من ذلكم؟ ما هو هذا الخير؟ قال: نخيره. يا ترى أي امتحان هذا سيكون فيه زيد، أو أي تحد هذا
يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تعلق قلبه بزيد رضي الله عنه، وأي خبر سيكون لآل زيد. فلما خيره عليه الصلاة والسلام وقد رضوا بهذا الخيار قال: بل أختار محمدا صلى الله عليه وسلم. لك أن تتأمل بهذا الموقف العجيب، رجل بعد أن فقد أهله وأباه وأمه زمنا طويلا، ومع ذلك هو يختار الرقة على الحرية، يختار العبودية على الحرية، يختار أن يبقى بعيدا عن أهله. لماذا؟ لأجل أن يبقى إلى جانب محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: لقد رأيت من هذا الرجل شأنا، والله ما أنا بالذي يفارقه. ما هذا السر الذي سرى من محمد صلى الله عليه وسلم في قلب زيد؟ وما هذا النور الذي أحاط بزيد من قلب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يختار الرق والعبودية والبعد عن الأهل ليكون قريبا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق العظيمة، وهذا المعشر الأطيب، وهذا المحضر الأحسن، وهذا التعامل الأكرم، محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن لمن رآه بديهة إلا أن يهابه، ولا يمكن لمن خالطه صلى الله عليه وسلم إلا أن يحبه، كيف لزيد وهذا قبل الإسلام. ولكن هنا أيضا سر آخر وقدر آخر من أقدار الله سبحانه، وهنا حكمة أخرى. أحيانا بعضنا يختار الأهل، أحيانا بعضنا يختار الدعاء، أحيانا بعضنا يختار شيئا من أمر الدنيا. تصوروا لو أن زيدا اختار أهله، يا ترى أسيكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ أيكون ممن دخل الإسلام؟ أيكون زيد قائد المسلمين في مؤته؟ أيكون زيد الذي يذكر اسمه في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ولكنه اختار فأحسن الاختيار، فكان أعظم إكرام له من الله سبحانه وتعالى، وكان لابد لمحمد صلى الله عليه وسلم الأكرم من خلق الله سبحانه أن يكرم زيدا فأعلنه ولدا له، فأصبح محمد، فأصبح زيد لمحمد على عادة ما كان عليه أهل العرب في الجاهلية من قبل. محمد عليه الصلاة والسلام يريد أن يكرم زيدا أكثر فأكثر، فيزوجه من زينب بنت جحش ابنة عمته، وكان يرعى شؤونها ويدير أمورها صلى الله عليه وسلم، فيكرمه أيضا بهذا الزواج. وهنا يتردد آل جحش الأسدي: أنعطي ابنتنا القرشية الأسدية لهذا العبد الذي كان عبدا رقيقا أسيرا زيد؟ وإن كان أصبح زيد بن محمد، ولكنهم بعد ذلك، وهذا كان بعد الإسلام، ولكنهم بعد ذلك يخضعون لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان من إكرام الله لزيد، وماذا كان من إكرام الله لزينب؟ لكن الزواج يقوم على السكينة، ولكن الزواج يقوم على المودة والرحمة، وإذا ما افتقدت سكينة فلعل المودة تجبر ذلك، وإذا ما فقدت مودة فلعل الرحمة تجبر ذلك. لكن زيدا يفتقد كل ذلك في علاقته مع زينب، ويعود إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام مرارا يعرض عليه أنه يريد أن يطلق زينب. وهنا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم في مقام الأب الكريم، في مقام القاضي الحكيم، في مقام الناصح الكبير في أهله، في مقام فوق ذلك كله، مقام النبوة الأعظم، لا يسعه إلا أن ينصح زيدا: أمسك عليك زوجك واتق الله. لكن الله بعد ذلك يخبر نبينا، وهنا أسرار إذن تجري في هذه الأقدار
لا بد أن نتأمل بها. ولكن الله يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام إن زيدا لا بد مطلق زينب وإنا نزوجك إياها. هل يمكن أن يواجه زيدا بهذا الخبر الجلل؟ فما زال على موقفه عليه الصلاة والسلام حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، أمسك عليك زوجك واتق الله. فهنا يقول سبحانه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. تخفي ماذا؟ لا كما يقول أولئك الأدعياء المفترون، إنما أخفى أن الله أمره أو أن الله أخبره أنه يطلق، أن زيدا يطلق زينبا وإنا نزوجك إياها. وإنه لأمر جلل، كيف سيواجه مجتمعا كاملا قد اعتاد هذا المجتمع على أن هذا الولد ولد، وعلى أن هذه الزوجة زوجة الولد، فكيف يمكن بعد ذلك لرسولنا عليه الصلاة والسلام أن يقدم على مثل هذا الأمر؟ ولكن هنا التشريعات العظيمة، هنا تشريعات رب العالمين، ولا بد من الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا بد من الرضا والتسليم بذلك، وليقل الناس بعد ذلك ما يقولون. وهذا ما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان من شأن زيد إذ تقبل الأمر، وهذا ما كان من زينب إذ خضعت لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لئن كنتم تظنون أن عادة التبني فيها من الخير ما فيها، وفيها من إكرام إلى هذا اليتيم أو المشرد ما فيها، ولكننا سنرشدكم إلى ما هو أعظم من ذلك، نرشدكم إلى الصدق في النسب، نرشدكم إلى تلمس الحقيقة والتمسك بها، نرشدكم إلى تحقيق العدل الكامل. ادعوهم آبائهم هو أقسط عند الله. لماذا لا يمكن أن يكون ولد ابنا لرجلين في آن واحد؟ كما أنه لا يمكن أن يكون لرجل منكم قلبين في وقت واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهنا يكون الخضوع الكامل المطلق لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يتجلى لنا أمر عظيم من منهج الإسلام، من منهج رسالة الأنبياء ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أن هذا الدين العظيم جاء ليكسر كل العادات، جاء ليحطم كل العادات الجاهلية وكل التشريعات الجاهلية، مهما كان نوع هذه العادات الجاهلية، ومهما كان نوع هذه الأحكام الجاهلية، ومهما كانت عادات الجاهلية راسخة في المجتمع، فإن دين الله يابى أن يكون لحكم جاهلي أيا كان هذا الحكم، وأيا كانت نظرة الناس إليه، يابى أن يكون له قبولا في الأرض مهما كلف الأمر. كان راسخا عبادة الأصنام، وكان راسخا الإساءة إلى العبيد، وكان راسخا النظرة الدون إلى المرأة، وكان راسخا السلب والنهب والغزو، وكان راسخا شرب الخمر ونكاح المتعة، وكان راسخا الزنا، وكان راسخا من شأن الجاهلية ما كان. ولكن الله جاء بهذه الشريعة العظيمة ليحطم كل الجاهلية بأنواعها. واليوم أنتم أيها المسلمون تراودون عن دينكم، تراودون عن شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويراد لكم أن يفرض عليكم الجاهلية من جديد. والجاهلية في حقيقتها هو كل أمر يخالف أمر الله وأمر رسوله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تراودون أيتها النساء عن الحجاب، نراود عن الاقتصاد الإسلامي لنرضى بالربا، نراود عن منهج الشورى لنرضى بحكم يخضع فيه العبيد للعبيد إلى غير ذلك، نراود عن ذلك كله. لكن مهما كانت الصعوبات في ذلك، فإنه كما امتثل محمد صلى الله عليه وسلم لأمر الله، وكما امتثل أصحابه لأمر الله، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
إذن لابد أن يكون هذا شأن المسلم. درس آخر لابد أن نأخذه من ظلال هذه الآيات الكريمة. وهنا يعني الله سبحانه وتعالى شأن أنبيائه وشأن رسله وشأن محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يثني عليهم في ذلك قائلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لا يمكن لمؤمن أن يخشى أحدا من الخلق، إذا ما أتى أمر الله فلا بد أن يعلي أمر الله مهما كلف الأمر. حياتنا وأرواحنا وعقولنا وقلوبنا دون أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا تتجلى أيضا القدوة العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه سبحانه قبل آيات في ذات السورة في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق لنا مرة أخرى هذه القدوة العظمى في أن ينفذ أمرا من أمر الله العظيم الذي تتصدع له الجاهلية. كيف يمكن لرجل أن يتزوج زوجة ابنه وما كان ابنا له؟ ولكنه دعواكم أيها الناس. فلا بد أن تبطل هذه العادات الجاهلية. إذن يراوضوننا على عادات جاهلية من الاختلاط، يراوضوننا على عادات جاهلية من التبرج، يراوضوننا على عادات جاهلية من التكبر والإسراف وغير ذلك. لا بد أن تبطل هذه العادات الجاهلية كلها، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة العظمى في ذلك. وأنت ترى مرة أخرى أسرار الله في أقداره. يؤسر طفل، يباع هذا الطفل، يشتري هذا الطفل فلان. يظن بعض الناس أن أهله فقدوا الطفل، يصبح هذا الطفل عبدا، ينتقل من حضن إلى حضن آخر ليستقر في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصبح ابنه بالتبني، ليزوج من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تستقر هذه الحياة الزوجية، كلها أمور في ظاهرها قد يظن الإنسان فيها أمرا سلبيا، ولكن عندما تتجلى حكمة الله تعالى في هذه الأقدار، هنا يستوجب منا جميعا وفي كل وقت أن نسلم لله وأن نتوكل على الله وأن نثق بالله سبحانه، وأن نعلم أنه سبحانه وتعالى ما يدري بنا من أقدار إلا وفيه الخير لنا، ولكن أن نفهم عن الله كما قالوا: من فقه عن الله سبحانه وتعالى عاد المنع عين العطاء. ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك، ولكن من يفقه عن الله سبحانه وتعالى. وهنا يتجلى أيضا إكرام الله سبحانه وتعالى لمن يطع الله ورسوله. فأكرم الله زيدا، وما أعظم إكرام الله تعالى لزيد. هل وجدتم أحدا من الصحابة ذكر اسمه بالاسم سوى زيد؟ فلما قضى زيد منها وطرا فأصبح اسمه خالدا في كتاب الله إلى يوم القيامة. إكرام من الله سبحانه وتعالى أن خضع زيد المرة تلو المرة، وأنه اختار الله ورسوله على كل شيء من متع الدنيا. ويكرم الله تعالى أيضا زينب زوج رسول الله أم المؤمنين، فخضعت أول مرة لأمر الله فتزوجت زينب، وتخضع ثانية لأمر الله فترضى أن يكون من كانوا يقولون عنه إنه والد زوجها. وهو ما هو بذلك، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وتخضع لأمر الله ثانية. فأي إكرام أعظم لزينب أن تصبح زوجا لأعظم إنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تصبح أما للمؤمنين. وهنا سر عجيب، أن عدد زوجاته إذ تزوج بزينب صلى الله عليه وسلم أصبح خمسا،
كل المؤمنين إذا أرادوا أن يعددوا فأربع، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامسة إذ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أمره فيها شيئا، إنما هو أمر الله سبحانه لنعلم أن كل زواجه عليه الصلاة والسلام من أوله إلى آخره لم يكن فيه أمر، إنما هو الامتثال الأكمل والأعظم لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا ما عدنا قليلا إلى آيات الكريمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هنا يرفع أمامكم أيها المؤمنون، يرفع أمامنا شعار الحرية، نريد أن نحرركم أيها الناس. من ماذا تريدون أن تحرروننا في الحقيقة؟ إنهم يريدون أن يحرروننا من عبوديتنا لله. لماذا؟ لنكون عبيدا لهم، ليكون الإنسان عبدا للإنسان، فيخضع الإنسان للإنسان، فيصبح الإنسان هو الذي يشرع للإنسان قانونا وضعيا، لنصبح عبيدا للشهوات، لنصبح عبيدا للأهواء. هذه حقيقة الحرية التي يدعونها ويدعون إليها. نعم، نحن المسلمين أعظم من طبق قضية الحرية المسؤولة المنضبطة لا إكراه في الدين. هل هنالك أعظم من العقائد؟ ومع ذلك فإن ربنا يوجهنا لا إكراه في الدين. نعم، يعطى كل إنسان حريته في اختيار عقيدته واختيار عبادته واختيار أفكاره وآرائه، ولا حساب في ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء أهل الدنيا إذ يدعوننا إلى الحرية فقط لنتحرر من عبادتنا لله، لنخضع لشهواتهم وآرائهم وسلطانهم وإراداتهم. أي حرية إذن يزعمون ليستدلوا الإنسان من خلالها ويستعملوا الإنسان من خلالها. ثم إذا مضينا بعد ذلك، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما أخطر أن يكون عصيانا لله ولرسوله الضلال، ثم يؤكد ذلك بالمفعول المطلق ضلالا، ثم يصفه بأنه مبين. انظروا إلى أحوال الغرب اليوم، حيث يفتقدون القيم، وحيث يفتقدون المرجعية، وحيث يفتقدون الأسس الأخلاقية التي ينطلقون منها في التشريع. عندما يصبح الإنسان في نظرهم حقل تجارب وسلعة تباع وتشترى، وبالرغم مما يتكلمون عنه من حقوق إنسان وغير ذلك، كيف يحدث هذا؟ عندما يشرعون في فرنسا، في إسبانيا، وباقي الدول الغربية تمشي على ذات الطريق، عندما يشرعون زواج المثلين، ما أعظم هذا الأمر، ما أخطره، كم فداحة هذا الأمر، كم هو خروج عن الفطرة السوية، كم هو تدمير للأسر، كم هو تدمير للإنسانية، كم هو تدمير للنسل وللفطرة. كم نعم الله على ذلك، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. بعد أن مضى آلاف السنين على فعل قوم لوط وما فعل الله بهم، يأتي العالم الغربي في القرن الحادي والعشرين ليعلن قانونيا مشروعية زواج المثلين، وهم يمضون أيضا لتشريع قانون الإجهاض. وهكذا قل في أمور الاقتصاد، الحق ما تصل إليه يدك، المهم أن لا تخالف ظاهر قانون في ذلك. إذن أي مرجعية وأي قيم يريدون لنا أن نخضع لها؟ وبالتالي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا بد أن يرجع المسلمون إلى أنفسهم أيضا ليسألوا أنفسهم في واقعنا، ولا أعني بطبيعة الحال أولئك الذين يقبلون على طاعة الله ويلتزمون بأمر الله، إنما أعني الظواهر التي نجدها في مجتمعاتنا بشكل عام. هل طاعتنا لله ولرسوله فعلا طاعة صادقة، طاعة مخلصة فيها الخضوع القلبي الكامل لله ولرسوله، أم أنها في كثير من الأحوال عند بعضهم طاعة انتقائية، طاعة استسهالية، طاعة جزئية، طاعة
هوائية يفسر بها الأحكام كما يريد، طاعة شكلية، طاعة مؤقتة. قل ما شئت في طاعة بعض ممن يزعم أنه يطيع الله ورسوله، وإذا لم يكن هنالك خضوع قلبي كامل لله ولرسوله فلم تكن طاعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مشكلة بعض أبناء العالم الإسلامي في قضية الطاعة هذه، هل هو خضوع قلبي؟ فنجعل عقلنا وفكرنا ومشاعرنا بعد أمر الله وبعد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك معظم أوامر الله يتقبلها أكثر الناس بدون نقاش، ولكن الله يجعل أوامر محددة هي في حقيقتها كل الخير، وهي في حقيقتها كل الحكمة وكل الصواب وكل الصحة، ولكنها قد تخفى على بعض الناس فتكون امتحانا لهم. تعدد الزوجات، الحجاب، منع الربا، شهادة امرأتين بشهادة رجل، بعض قوانين الميراث وفقه الميراث، كلها الخير، ولكن هنا يظهر هل يستسلم الإنسان الذي يدعي الإيمان خضوعا لله سبحانه وتعالى أم أنه مجرد ادعاء؟ إبليس أطاع الله، الله يعلم كم أطاع من سنوات، لم يعترض على أمر أبدا، أمر واحد واحد فقط اعترض عليه إبليس، أن يسجد لآدم. وكان هذا الامتحان العسير الذي كشفت فيه حقيقة إبليس والله أعلم بحقيقته. وكذلك أنت أيها الإنسان تتقبل أكثر أحكام الله، ولكن بعض أحكام الله ما هو موقفك القلبي منها؟ ما هو خضوعنا القلبي لها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.